مشاهدينا مشاهداتنا، نحييكم جميعا ونرحب بكم في ضيف الظهيرة. أعاد تصويت الجمعية العمومية الفرنسية لفائدة الاتفاق الأمني بين باريس وكييف إلى الواجهة الخلافات بشأن الموقف من الحرب في أوكرانيا بين حزب الرئيس إيمانويل ماكرون وحلفائه وتيار اليمين المتطرف وتيار أقصى اليسار. وتأتي هذه التجاذبات في سياق الحملات الانتخابية للبرلمان الأوروبي التي تنعكس في التحركات والاستقطابات التي تعتمل في المشهد الحزبي الفرنسي. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الأستاذ مصطفى الطوصة، الكاتب الصحفي الخبير في الشؤون الأوروبية. أستاذ مصطفى الطوصة، أهلا بك. بداية، في أي سياق نفهم هذه التجاذبات بين جناح الرئيس ماكرون، بين الرئيس نفسه وتيار اليمين المتطرف وأقصى اليسار بشأن الموقف من الحرب في أوكرانيا؟ نعم، بداية القصة مع الرئيس إيمانويل ماكرون هو حينما خلال إحدى خرجاته الإعلامية أشار إلى إمكانية أن يتم نشر قوات غربية فرنسية عسكرية على التراب الأوكراني للمشاركة في الحرب ضد روسيا. عندما أطلق الرئيس الفرنسي هذا التصريح تسبب في تجاذبات سياسية على المستوى الأوروبي، لكن أيضا على المستوى الداخلي كانت هناك عدة مواقف حزبية اتهمته بأنه يجر البلاد فرنسا وأوروبا إلى الحرب المفتوحة والمباشرة مع روسيا، ومن ثم كانت هناك انتقادات لاذعة. الرئيس إيمانويل ماكرون وقتها استغل هذه المناسبة وهذه المواقف المتوترة بين قوسين لكي يدعو إلى نقاش برلماني يليه تصويت حول الاتفاق الأمني مع أوكرانيا والموقف الفرنسي من الحرب الروسية الأوكرانية. وكان هذا الجدل وهذا النقاش البرلماني حيث ظهرت إلى الوجود أن هناك قوى فرنسية يعني لسخرية القدر أنها تنتمي إلى اليمين المتطرف واليسار المتطرف بزعامة جون لوك ميلانشون ومارين لوبين. هذه القوى تعارض تماما انخراط فرنسا في هذه الحرب وتعارض حتى تمويل فرنسا لهذه الحرب، ومن ثم كانت هناك مواقف يعني متجدرة ومترسخة في الطبقة السياسية الفرنسية التي أظهرت على أن هناك معارضة لهذه الحرب. الرئيس إيمانويل ماكرون أراد من هذا النقاش البرلماني أن يكشف صورة هذه القوى أمام الرأي العام الفرنسي، حتى أن رئيس الحكومة الفرنسية غابرييل أتال في إحدى خطبه أمام البرلمان قال: نحن أمام طابور خامس لفلاديمير بوتين تحت قبة البرلمان، ما يعني بأن بطريقة أو بأخرى تم استخدام هذا الجدل حول الحرب الأوكرانية في إطار التجيش للحملة الانتخابات الأوروبية. هل تحكمت بالفعل الحسابات الانتخابية في هذه الخطوة أمام البرلمان، الرغبة في إحراج اليمين المتطرف وأقصى اليسار والحد نوعا ما من الاندفاع التي تعطيها لهما، أقصد اليمين المتطرف وأقصى اليسار، استطلاعات الرأي؟ نعم، يعني لا يمكن أن نستثني من حسابات الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يجد نفسه وحزبه في ظرفية صعبة عشية هذه الانتخابات الأوروبية التي تقول كل استطلاعات الرأي من أن اليمين المتطرف سيحقق اختراقات تاريخية. لا يمكن أن نستثني من أن هناك حسابات سياسية داخلية هي التي كانت وراء هذا النقاش البرلماني وهذه الإرادة لفضح وكشف وجه اليمين المتطرف أمام الرأي العام الفرنسي. ما أراد الرئيس ماكرون وحزبه ورئيس الحكومة أن يبعثوا به كرسالة إلى الرأي العام الفرنسي مفادها بأن هذا الحزب الذي أنتم تستعدون للتصويت عليه لإعطائه مكانة مهمة في الانتخابات البرلمانية، هذا الحزب الذي كل استطلاعات الرأي تقول بأن زعيمته مارين لوبين يمكن غدا أن تكون رئيسة الجمهورية وساكنة قصر الإليزي، هذا الحزب يعبر عن إعجابه وعن دعمه لنظام ديكتاتوري هو نظام الرئيس فلاديمير بوتين. فعليكم أن تنظروا إلى هذا الواقع بطريقة تجعلكم تختاروا في صناديق الاقتراع المقبلة وتميزوا من هو مع فرنسا ومن هو ضد مصالح فرنسا، لأن ما نعيشه حاليا وهو اتهامات مبطنة لليمين المتطرف ولليسار المتطرف بأنه يشكل ما يمكن أن نسميه بالطابور الخامس الروسي في الطبقة السياسية الفرنسية. ويعني عندما ننظر يعني نتفحص ردود الفعل والتعليقات التي جاءت جراء هذا النقاش البرلماني والجدل في وسائل الإعلام، يمكن أن نقول بأن الرئيس إيمانويل ماكرون قد نجح نسبيا
في هذه المهمة السياسية. لكن هل تعيد هذه الخطوة انسجام الموقف الفرنسي أيضا على مستوى الرئاسة بعد الجدل الذي أثارته تصريحاته بشأن عدم استبعاد احتمالية إرسال قوات إلى الميدان في أوكرانيا، وأيضا حديث البعض عن نوع من المكارثية الجديدة في إقصاء وأيضا اجتثاث أي رأي آخر مخالف للموقف الرسمي تجاه أوكرانيا؟ نعم محمد، هو قصة يعني قضية فكرة إيمانويل ماكرون أنه أو مقترحه أنه يمكن أن ننشر في المستقبل القريب عناصر فرنسية وغربية تشارك مباشرة في الحرب، تم بطريقة تواصلية التراجع عنه نسبيا بالقول بأنه لم يكن يريد أن يقول بأن سيتم نشر جنود يشاركون بالحرب باسم فرنسا ودول. هل ما يجري أو هل ما جرى الآن من خلال البرلمان هو عملية استعادة للمبادرة على المستوى الرئاسي؟ نعم هو عملية استعادة للمبادرة، لكن في نفس الوقت هناك يعني كمين سقط فيه أيضا الرئيس من المقرون واستغلته المعارضة بشكل قوي، وهو عندما يلتزم إيمانويل ماكرون باسم فرنسا بأنه سيقدم دعما ماليا عملاقا 3 مليارات دولار أو يورو للأوكرانيين على مدة يعني على مدة معينة، فإن المعارضة تقول بما أن الرئيس من المكرم والحكومة الفرنسية استطاعت بعصا سحرية أن توجد هذه الأموال الهائلة لمساعدة الأوكرانيين ولمساعدة الجيش الأوكراني، فكيف عليها أن تعلل وتبرر عدم قدرتها على إيجاد أموال لضخها في قطاعات اقتصادية اجتماعية حيوية مثل التعليم مثل الصحة مثل الموظفين؟ لذلك هنا يعني هذا السيف الذي استعمله الرئيس إيمانويل ماكرون هو سيف ذو حدين، أولا يريد أن يبعث للعالم برسالة بأنه لا يمكن أن يقبل بهزيمة الأوكرانيين وانتصار فلاديمير بوتين النظام الروسي، لكن في نفس الوقت هو يعطي للمعارضة الداخلية يعني إمكانية انتقاده بأنه قادر على إيجاد مساعدات طيب. مالية للأوكرانيين وغير قادر على إيجاد حلول ناجعة للأزمات المستعصية على المستوى الاجتماعي الفرنسي. شكرا جزيلا لك الأستاذ مصطفى طوصة الكاتب الصحفي الخبير في الشؤون الأوروبية على كل هذه التوضيحات. بإمكانكم مشاهدينا الكرام العودة إلى هذه الزاوية على موقعنا الإلكتروني media.ntv.com وعلى منصاتنا الرقمية الأخرى. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.